نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية M24. مشاهدينا أهلا بكم، والبداية بشأن الحكومي، حيث انعقد اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز خنوش، اجتماع صادق على مشاريع مراسيم عدة نتعرف عليها في تقرير لرضوان مستقيم. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى أكد في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول معطيات ومستجدات امتحانات الباكالوريا دورة 2023 أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح هذه الدورة. عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألف، بزيادة عددية بلغت 62,530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022. يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحين والمترشحات الأحرار 132 ألف. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع المجلس، أفاد الوزير بأن شهادات البكالوريا الجديدة سيتم ملؤها بالمعطيات على الصعيد الجهوي، مضيفا أن الشهادة ستحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR يتضمن كل المعلومات. كل جامعة لا في المغرب ولا خارج المغرب يمكن لها تدخل لواحد المنصة اللي تدخل المعطيات، وهذه المنصة تقول لها واش هذه الوثيقة كاينة ولا ما كايناش. إضافة على هذا، حتى النتائج ديال البكالوريا، النتائج حسب المواد حتى هي غتكون وثيقة اللي هي مضمونة، زعما كنا تنضمنوا لوثنتيسيتي ديالها. أما فيما يتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية، أعلن الوزير أن تدريس هذه المادة سيشمل 4 ملايين تلميذ ب12 ألف مؤسسة تعليمية، وذلك في أفق سنة 2030. حدنا باش في 2026 نكونوا في نص الطريق، وهذا يعني أولا غنوسعوا هاد الشبكة ديال المؤسسات اللي هي فيها التدريس الأمازيغية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، غنرفعوا من عدد الأساتذة ومعلمين فيهم معلمين مختصين وفيهم معلمين اللي هما عندهم مزدوج اللغات. وفي عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي قدمه أمام مجلس الحكومة حول تدابير التحضير لعيد الأضحى، أفاد الوزير بأن عدد رؤوس الأغنام والماعز المرقمة والمعدة للذبح بلغ 5.4 مليون رأس. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام، ولتعزيز البنية التحتية لبيع واقتناء الأضاحي سيتم خلق وتهيئة 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة، وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية بشراكة مع التنظيمات المهنية. مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعة السلالية، قدمه السيد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. دعم عن الاستثمار يمنح لأعضاء الجماعات السلالية من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عمليات التمليك، وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عمليات الكراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية. ودعم عن الكراء يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعة الترابية، بالإضافة إلى دعم إضافي عن بعض مكونات الاستثمار يمنح في إطار عمليات التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية، وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عمليات الكراء أراضي الجماعات السلالية. وبهدف تحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلوماتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، صادق المجلس على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
في خبر آخر، شكل موضوع سبل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي محور المحادثات التي أجراها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا كاكوبو. لنتابع باقي التفاصيل في التقرير لرغدة قابوري. سبل تعزيز التعاون في المجال الفلاحي شكل محور محادثات أجرها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا. هذا اللقاء كان فرصة لمناقشة الوسائل الجوهرية لبدء تعاون ذي منفعة متبادلة مع المغرب ولتوسيع أفق التعاون في المجال الفلاحي. المحادثات بين الطرفين تمحورت حول التعاون في القطاع الفلاحي، خاصة الجانب المتعلق بإدارة مياه الري. كان نقاش حول المواضيع الأساسية واللي ذو أهمية البلدين، وكذلك المجالات اللي فيها نقل التكنولوجيا ونقل يعني الممارسات الجيدة اللي كانت عندنا في استراتيجية الجيل المخطط المغرب الأخضر واللي الآن الجيل الأخضر. مباحثات السيد صديقي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة زامبيا تأتي في إطار زيارة رسمية يقوم بها السيد ستانلي كانسونغو كاكوبو إلى المملكة. وطنيا دائما، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بمراكش، أكدت أن المدينة المستدامة يجب أن تتجسد كمشروع مجتمعي متعدد الأبعاد ينبني على منهجية تشاركية مع تعبئة جميع الفاعلين من أجل إعداد مجال ترابي متوازن وعادل للرجال والنساء. باقي التفاصيل في تقرير لهناء حاجي. خلال حفل إطلاق مشروع مراكش مدينة مستدامة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي بأن المدينة المستدامة يجب أن تتجسد كمشروع مجتمعي متعدد الأبعاد ينبني على منهجية تشاركية مع تعبئة جميع الفاعلين من أجل إعداد مجال ترابي متوازن وعادل للرجال والنساء. طبعا غادي نبقاو متبعين هذا المشروع، لانه واحد المشروع اللي غادي يشوفوه اقاليم اخرى ومدن اخرى في المغرب وفي العالم، لانه بغاو يقتدوا بالقدوه ديال مدينه مراكش. الوزيرة أضافت بأن المشروع يتضمن تنفيذ عدة مشاريع في مدينة مراكش حول العديد من المواضيع، بما في ذلك التخطيط الحضري والنقل والتنوع البيولوجي والنفايات والطاقة وغيرها. العديد من المدن حول العالم تنتظر بفارغ الصبر نتائج هذا المشروع للانخراط في التحول الخاص بها، مما يتعين العمل معا على إنجاحه وضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية لمدينة مراكش وسكانها. برنامج هذه التظاهرة تميز بتقديم أثر وأهداف ومكونات هذا البرنامج الواعد الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المندمجة والمرنة والمستدامة على مستوى تراب جماعة مراكش. نبقى بجنوب المملكة المغربية مشاهدينا، حيث شكل موضوع الأمثال الشعبية الحسنية وأبعاد التعلم الأربعة محور محاضرة علمية نظمها فريق البحث والتكوين في تراث وثقافة الصحراء أمسنا الأربعاء بالداخلة في سياق الاحتفاء بشهرية التراث لسنة 2023. باقي التفاصيل في تقرير عثمان الطاهري. موضوع الأمثال الشعبية الحسانية وأبعاد التعلم الأربعة يشكل محور محاضرة علمية نظمها فريق البحث والتكوين في تراث وثقافة الصحراء بالداخلة، موضوع قدم في سياق الاحتفاء بشهر التراث لسنة 2023. سنحاول أن نبين على أن الأمثال الشعبية الحسانية بطبيعة الحال هي مدونة غنية جدا بالمضامين التربوية وبتربية الإنسان في مختلف هذه الأبعاد، سواء البعد المعرفي أو البعد الذاتي أو البعد الاجتماعي. ها هنا بعد جدير بالأهمية وهو المستوى الديدكتيكي، موضوع التعليم، طرائق وبيداغوجيا التدريس وعلاقة ذلك بموضوع الحسانية.
وتميزت هذه المحاضرة التي تحتفي بمرور 12 سنة على دسترة البعد الحساني للهوية المغربية بحضور أعضاء فريق علمي تابع لمختبر الخطاب وتكامل العلوم والمعارف التابع للكلية متعددة التخصصات بالرشيدية. وفي الأخبار الدولية، أكثر من 40 من القادة الأوروبيين يتواجدون الآن في مدينة بولبواكا المولدوفية لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية. تفاصيل هذه القمة في التقرير لمريم جمعت. قادة الاتحاد الأوروبي يصلون إلى مولدوفيا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية، قمة تضم دول الاتحاد الأوروبي 27 و20 دولة أوروبية أخرى. تحد أمني وتنظيم تخوضه مولدوفيا التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون شخص، والتي تبحث عن طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع توخي الحذر من روسيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينضم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مدينة بولبواكا المولدوفية لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي شارك في القمة معرباً عن رغبته في انضمام دولته إلى حلف الناتو العسكري، وحذر زيلينسكي كييف من هجوم مضاد باستخدام الأسلحة الغربية التي حصلت عليها أوكرانيا مؤخراً. في خبر آخر، كشف مارك زوكربيرغ رئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورم عن نظرة الواقع المختلط من الجيل التالي للشركة في منشور على منصة إنستغرام اليوم الخميس كجزء من مؤتمر الألعاب السنوي. لنتابع باقي التفاصيل في التقرير لأنس الغلوش. خلال منشور نشره مؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرغ على منصة إنستغرام، أكد من خلاله على أن ثمن هاته النظارة سيبدأ من 499 دولاراً، كما أنه جهاز سيكون أرقى بنسبة 40% من الجهاز السابق للشركة، متميزاً بما سمي بالواقع المختلط بالألوان والذي يجمع بين عناصر الواقع المعزز والافتراضي. زوكربيرغ قال إن كويست 3 سيحتوي أيضاً على شرائح كوالكوم جديدة مع ضعف أداء الرسومات، ووعد بمزيد من التفاصيل في مؤتمر الواقع الافتراضي للشركة في سبتمبر. إعلان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا جاء قبل أقل من أسبوع من إعلان منافسها التكنولوجي أبل عن أول جهاز للواقع المختلط. وتهيمن شركة ميتا حاليا على سوق أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز، حيث تم بيع ما يقارب من 80% من 8.8 مليون سماعة رأس في عام 2022 وفقا لتقدير أبحاث مؤسسة البيانات الدولية. الختام من سلسلة جبال الأطلس المتوسط التي اشتهرت بنسيجها التقليدي، حيث تضفي رونقا وجمالية على صناعة التقليدية المغربية المتأصلة في تاريخ وحضارة المملكة. لنتابع التقرير التالي لأنس الغلوش. هنا بمنطقة زراردة إقليم تازة، وبالضبط بوحدة إنتاج الزربية الورينية لتعاونية تاروكا، تجتمع نساء القرية لنسج زربيات عليها أشكال فنية وتلوينات ساحرة باعتبارها أحد مظاهر التراث الأمازيغي الوريني الأصيل وهوية قبائل المنطقة ونشاط سكانها. واحد القيمة كبيرة للزربية الورينية، كتخدم بالصوفة حرة اللي هي كتسمى صوفة الحية. علاش كنسميوها صوفة الحية؟ لأن كنقزوها على الخروف باقي حي. النهار اللي كنحيدوها كنديروا واحد يعني واحد الاستقبال كبير للقطيفة الورينية. زربية بني وراين بتناسق أشكالها الهندسية وألوانها الجذابة هي بمثابة نسيج تقليدي حيك بأنامل مجموعة من المهندسات التقليديات، يمزجن الخيوط بمهارة لصناعة واحدة من أكثر أنواع الزرابي دقة، والتي تتخذ صوف الأغنام كمصدر أساسي لها. الجودة رائعة وما عمرها غادي تسالى، يعني على طول السنين هذه القطيفة الورينية كنتمنى غادي تزيد القدام وتزيد تطور. صوفة طبيعية، القطيفة الورينية راه حرة أصيلية. من الأكيد أن الزربية الورينية إلى جانب إسهامها في الترويج الثقافي لتراث قبائل بني وراين، فهي تساهم أيضا في تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة
من خلال الترويج الجيد لها عبر العديد من المعارض الوطنية والدولية وخلق فرص للإقبال على اقتنائها في مختلف الأفراح والمناسبات. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.